طب نبص معاك على ارقام مباراه مصر مع غينيا، ارقام برضو بناخد منها بعض الدلالات، وهل الكابتن ايهاب جلال هيستمر بنفس التشكيله ولا لا؟ طبعا نسبه الاستحواذ صالح المنتخب المصري بنسبه 63%، وطبعا التصويبات الغريب ان غينيا صوبت 8 تصويبات، ده رقم كبير، كان واحده ما بين القائم والعارضه، الركنيات لصالح المنتخب المصري، وطبعا زي ما بنقول التمريرات الصحيحه نسبتها كانت 84% صحيحه مقابل تقريبا 70% منتخب الغيني. عايز في رقم معين عايز تتكلم عليه ايهاب؟ هل الناس كلها كانت بتتكلم ان الكابتن ايهاب جلال اتكلم عن الاستحواذ؟ الاستحواذ استحواذ بلا فعاليه، يعني استحواذ بلا فعاليه، ايه اللي انا استفدته منه؟ ماذا لو، يعني انا بقول بضربه الحظ، لو مصطفى محمد ما جابش الهدف اللي جابه، خبطت في رجل المدافع وراحت دخلت الجون، غلط فيها الجون اللي مقدم مباراه كبيره جدا ابراهيم كونيه. بس برضو انا عايز، ايه الهجمات اللي كانت خطيره على مدار الحراك شفتها تقدر تكلمنا عليها خلال المباراه؟ في هجمات خطيره لمنتخب مصر، في شكل هجومي لمنتخب مصر، في جمل معينه بتتنفذ. احنا دايما بنقول في جمل، يعني زي ما حرك كابتن الجوهري، كابتن الجوهري كنت بتشوف كل مباراه، يعني فاجئنا في نهاية امم افريقيا في جمله، في الفاول اتعمل في حاجه، واحد جري واحد فيها يا كابتن، في حاجه بتتعمل. انا مش شايف منتخب مصر فيه اي جمل فنيه بتحصل فيه، مش شايف فيه شكل المنتخب، شكل المنتخب مفيش الروح. يعني انت لو حركت اكيد شفتها الجماهير قاعده بتتفرج على المباراه دي، مفيش اي روح عند اللعيبه. قبل المباراه، التحضير اللي قبل المباراه، انا كنت حاسس ان احنا داخلين على مباراه وديه، مفيش اي اهتمام المسؤولين اتحاد الكوره الكلام ده، المباراه اكنها مباراه وديه داخلينها. يعني في حاجات كتير قوي يا كابتن عايزين نعملها، وعشان نصلح محتاجين شغل اكتر، محتاجين الخطه اللي حضرتك اتكلمت عليها. يعني ايه انا عندي دوري، الدوري المصري 18 فرقه، ليه؟ ايه اللي بيقدموه 18 فرقه؟ اولى خطوات الاصلاح الدوري ده يقل ل 12 فرقه او 14 فرقه، كفايه جدا، كفايه جدا، وتقدم كره قويه. حلو، انت لو هتلعب على الجزئيه دي يبقى لازم مش هتبقى الدوري الممتاز الف بس، لكن يعني وما ادناه، يبقى لازم هتصلح في الممتاز، هيصلح في كل الدرجات بالظبط، وبالتالي هي 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 محتاجه شغل كبير جدا، محتاج ثوره يا كابتن، ومحتاج ثوره على لازم. يعني للافضل محتاجه شغل كبير جدا.